من لجنة الشباب خلينا نروح للجنة ذوي الهمم. امبارح كنا اتكلمنا ان كان في يعني زي ورشة معمولة تحديدا علشان يتعلموا التمثيل، وقلنا ان هو جزء اساسي ان انت تشارك الفئة دي معاك وتشوف قد ايه بيبقى فيها مواهب كبيرة. النهارده بقى في لجنة تانية، او يعني في عفوا ورشة تانية عملوها وكانت برضو لا تقل اهمية عن امبارح، وبرضو فيها فرصة كبيرة جدا لهذه الفئة. بتكلم عن ذوي الهمم اللي بيمثلوا بالمناسبة نسبة كبيرة جدا في اي مجتمع، وعندنا كمان في مصر يعني نسبتهم كبيرة جدا، انا مش عارف تقريبا 13% من المجتمع حاجة زي كده، عشان ما يكونش يعني كلامي غلط هقول لحضراتكم تحديدا كام في المية من مجتمعنا، لكن هم بالملايين، فهم فئة كبيرة ومتواجدة. الورشة دي بقى حول العلاج بالفن، انا نفسي مش عارفة يعني ايه العلاج بالفن، فخلينا نتابع هذا التقرير عشان نعرف نرجع نكمل. هي الورشة دي بداية لورش إن شاء الله جاية للتعرف على شخصية الطفل عن طريق الألوان. هي ورشة علاج بالرسم، وإحنا يعني بنحاول على قد ما نقدر الفترة اللي جاية نتعرف على الشخصية بدون كلام، عن طريق الموسيقى، عن طريق الألوان، علشان نقدر نطلع منهم حاجة بطريقة غير مباشرة. النهاردة كان يوم العلاج بالفن، وده كان تاني مرة يعني نعملها، ودي حاجات بتخلي شخصية الطفل نعرفها ونعرف بعد كده ايه هو الاهتماماته، ايه هو طريقة تنظيمه لحياته، طريقة تفكيره يعني، فدي حاجة مهمة جدا أصلا لأي طفل يعني، حتى لو نورمال كمان يعني. احنا بنكرره مرة شهريا، لأنه طبعا بيتعمل على مستوى 3 فروع بس، يعني احنا مثلا عندنا هنا في فرع مدينة نصر نسبة الأولاد المشاركين تقريبا حوالي 25، المرة دي كمان يمكن العدد زاد عن 25، فده أكيد بيدل يعني الحمد لله رد الفعل الإيجابي للولاد وكمان الأهالي، لما الولاد بيخرجوا بره السيشن كمية الطاقة الإيجابية سواء ليهم ولينا احنا كمان بتشجعنا إن احنا كل مرة نعمل حاجة تكون جديدة، حاجة تكون أفضل، وأهم حاجة سعادة الولاد إنهم يكونوا خارجين ومبسوطين. الولاد ما شاء الله مش بس كمان في الرسم، لا في كمان في موضوع التمثيل والغنى فارقين جدا، اكتشفنا ان عندهم مواهب مش بس رياضه، لا مواهب كمان فنيه، ومش بس كمان تمثيل، لا ده كمان في غنى وفي رسم وفي في فعمالين كل ما احنا اللي عمالين يعني هم اللي بيبهرونا بحاجاتهم وبطاقتهم، عندهم طاقه حلوه جدا. احنا بقى بالفتره اللي جايه عايزين نقدر نستغل ازاي الطاقه بتاعتهم ديت في ان هم يفيدونا. احنا اليوم النهارده بنتكلم على ورشه رسم الاولاد ذوي الهمم، ان احنا الاولاد بيعبروا عن نفسهم عن طريق الرسم، نعمل تحرير نفسي ليهم، ده بيساعدنا بعد كده اللي احنا ممكن نحطهم في باسويز مختلفه كل واحد حسب موهبته ايه، فدي حاجه احنا الحمد لله بدانا بيها، واحنا معانا جروب مش صغير في مدينه نصر، مدينه نصر عدد فيها كبير، وهدفنا طبعا نوصل لناس اكبر واكبر واكبر لما يلاقوا ان في اكتيفيتي وفي نوع من انواع ان هم بيطلعوا برودكشن كويس. النادي الاهلي عامل معانا مجهود جبار ومحقق لنا كل اللي احنا كنا اللي اكتر من اللي كنا بنتمناه كمان. اتشكلت لنا لجنه السنه اللي فاتت وعملوا لنا مسرحيه، والسنه دي بيبتدوا يطوروا اكتر من المسرحيه، عملوا لنا يوم العلاج بالفن، بيبتدوا يشوفوا مواهب الولاد وبيحددوها كويس قوي، ابتدوا حتى احنا كاولياء امور ابتدينا نبقى سعداء بالموضوع، وابتدينا احنا كمان نحس ان احنا خرجنا من مود ان مثلا ذوي الهمم عندهم مشاكل، حسينا ان احنا ابتدت مشاكلنا ابتدت تتحل. من اول ما بدأنا اللجنة الجديدة، بدأت لجنة الاحتياجات الخاصة، بحقيقة هي بتعمل شغل حلو قوي للولاد، هي عاملة حاجة جميلة قوي اللي هي العلاج بالفن، فالولاد بترسم والدكتور بتشوفها. تاني حاجة هم مهتمين كمان بالنشاط الفني، فكنا عاملين السنة اللي فاتت مسرحية جميلة قوي وكابتن الخطيب انبسط منها جدا، فاحنا هنكرر السنة دي إن شاء الله. بيفكروا في حاجات جديدة ما كانتش قبل كده، بيفكروا إن هم يعملوا علاج طبي للولاد، يجي حد يكشف عليهم متخصص، هم سبورت لينا بصراحة يعني في النت.
حضرتك وقبل ما نتابع هذا التقرير عددهم تقريبا 13%، فيعني انا ما كنتش بعيده عن الرقم تحديدا، مظبوط يعني بالملايين 10. يعني 10.6 مليون 10.6 مليون شخص في مصر من جميع المحافظات من ذوي الهمم. فانت متخيل الرقم؟ يعني ما ينفعش حد يطلع يقول لك الفئه القليله، الفئه دول عنصر اساسي في المجتمع، ولو حتى كان عددهم مليون على فكره، هي مش بالعدد، بس هي القصه كلها ان دي فئه موجوده عندك، ومش معنى ان هم من اصحاب الهمم او ذوي الهمم ان هم ما يصلحوش يكونوا مواطنين منتجين خالص. اي شخص يقدر يكون شخص منتج في المجتمع، المهم يكون عنده اراده. لكن قصه ان انا في ناس اسوياء يا كريم وما بيعملوش اي حاجه في حياتهم، تصحى وتنام زي ما صحيت زي ما نمت، فدول بالنسبه لي ذوي اعاقه يعني لو هنتكلم. فربنا بجد يديهم مزيد من النجاح وتحقيق الذات، لان اي مجتمع هينهض بالفئات المختلفه فيه، فحاجه تفرح بصراحه. حاجه حلوه كمان ان النظره المجتمعيه وطريقه تعامل البعض مع اصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه ابتدت تتغير بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. كلمة حق لازم تتقال، اللجنة دي بصفة خاصة طبعا كل اللجان الموجودة في النادي الأهلي، كل لجنة فيهم على حدة عاملة شغل أكتر من ممتاز على كل الأصعدة الحقيقة، ولكن كل كوم واللجنة دي بصفة خاصة لما فيها من مسحة إنسانية صريحة. كل التحية والشكر والتقدير ليهم على كل حاجة بيعملوها لأصحاب الهمم، اللي الحقيقة كل حاجة بتتعمل لهم ولسه هتتعمل لهم هي مش تفضل من كيان أو من فرد أو من حد أو حتى من المجتمع بشكل عام، دي حقوقهم، ويمكن تكون دي أقل حاجة من حقوقهم. ولو تفتكري نهواند قبل كده كذا مرة لما بنتكلم عنهم على الصعيد الرياضي دايما أقول لك ده لما بيكون في أي دورة أولمبية وبعديها على طول بارالمبية، لازم تلاقي أبطالنا في البارالمبيات راجعين بخمسين ضعف عدد الميداليات اللي بيحققوها أبطالنا الرياضيين من الأسوياء. فالحقيقة يعني أقل حاجة لازم تتعمل لهم.